دكتور عبد المنعم سعيد المحلل السياسي، يعني كيف ترى الوضع الآن بعد اقتراب مرور عام على اندلاع هذه الحرب؟ يعني طبعا أرى الوضع إن إحنا عندنا مبارزة كلامية قوية جدا دارت بين الرئيس بوتين في روسيا والرئيس بايدن في ما بين كييف وبولندا، وكلاهما طبعا استخدم كل الأسلحة والحجج التي تقوي موقفه أولا أمام شعبه وأمام جمهوره، ومن ناحية تانية محاولة أن يقدم يعني كيس للعالم ككل، إلى جانب بعض الرسائل اللي شايفها أنا أنها ابتدت تبقى موجودة تتعلق بأنه هناك ما يمكن عمله لوقف هذه المأساة. العامل الأساسي في هذا الموضوع أن الصين أعلنت رسميا من يومين إنها سوف تقدم مبادرة سلام في تاريخ مرور عام، يعني يوم 24 فبراير بعد يومين. فمن ثم هذه المبادرة لا أعتقد أن الصين تكون قد قامت بها دونما أنها يعني طرحتها بشكل أو بآخر على كلا الجانبين. وعشان كده بنلاقي الداخل الخطاب الروسي رغم تشدده الشديد يعني وكذبه احيانا انه قال انه مستعد للحوار وانه مستعد للحوار مع الغرب وانه الحوار يكون حول نظام عالمي جديد يعني يكفل لروسيا ان تكون موجوده في هذا النظام كقوه عظمى. السيد بايدن في اكثر من حديث قال بوضوح ان لا احد لا يريد ان نخرج من هذه الحرب بإهانة لروسيا، إنما إذا انسحبت فلا يوجد أي سبب لاستمرار هذا القتال. إذا فهناك يعني رغبة شوية هي يعني نقدر نقول إنها شبه مختفية لأن الخطاب العدائي المتحدي غالب، لكن ده شيء طبيعي في وقت احتدام معركة مضى عليها أكثر من شهر من سنة. وبعدين انه هذه المعركة لا تزال دائرة ونحن نتحدث، يعني انا الناس تقول لك الشتاء والربيع والكلام زي كده، الشتاء الاوروبي السنة دي ما كانش صعب، كان كويس. تاني حاجة انه لم يمنع القتال من انه يبقى موجود وانه القوتين متصادمتين عند مدينة صغيرة اللي هي بيكمون. فهذا يعني الحرب ليست متوقفة، الحرب دائرة. وفي الحقيقة الجانب الروسي يعني بيحقق تقدم بسيط جدا، قرية هنا قرية هناك، إنما لا يوجد هنا قدرة حاسمة على أنه يظهر أنه سوف يتم إخضاع أوكرانيا. بالمقابل رغم أن أوكرانيا يعني حصلت على الكثير من المساعدات وأسلحة عالية التقنية وربما أيضا درجة عالية جدا من المخابرات والمعلومات حول الجبهة كلها، إلا أن أوكرانيا في الحقيقة لا تزال المحتل منها أكثر من 20% من أراضيها، وأنه في المرحلة الأخيرة بعد مدينة خرسون اللي كانوا كسبوها من شهرين تقريبا في الحقيقة لم يحققوا أي نصر إضافي. فالمعركة الآن فيها نوع من الستاندستيل، بعض الناس بيشبهوها بمعارك الحرب العالمية الأولى لأنه كان فيها خنادق وقعدت مستمرة ومتتحركش الجبهة في هذا الاتجاه أو ذاك كثيراً.